تقول: إذا كنت على وضوء وسلم علي رجل أجنبي هل يؤثر ذلك على الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إن كانت تريد المصافحة سلم عليها، يعني صافحها، فمصافحة المرأة من رجل غير محرم لها لا تجوز، لا في حالة الوضوء ولا في غيره، لأن ذلك سبب للفتنة. وأما إن كانت وكذلك إذا لمسها رجل وهي في الوضوء وهي متوضئة أو وهو متوضئ بشهوة، فإن ذلك أيضا مع كونه محرما ينقض الوضوء. إذا كان هذا الرجل غير محرم لها فإنه ينقض الوضوء، إذا كان هذا الرجل غير محرم لها فإنه محرم وأيضا ينقض الوضوء، فيجتمع فيه محظوران. أما من زوجها فإنه إن كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان من غير شهوة لم ينقض الوضوء. الحاصل أنه إذا كان الذي صافح المرأة أجنبيا منها فإن هذا محرم، وإن كان معه شهوة فإنه ينقض الوضوء. وأما إن كان من محرمها أو من زوجها ولم يكن لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء ولا إثم فيه. أما إن كان قصدها بالسلام، مجرد إلقاء السلام بالكلام وترد عليه بالكلام، فهذا مشروع ولا يؤثر على الوضوء.